صار استاذ تومر صار سب سبع ثواني نحن هنا واقفين هذه الوقفة المشرفة مع الأخوة الأبطال ضد الأخوة الفاسدين ضد جميع من يمس الشعائر الحسينية. إن الإمام الحسين عليه السلام هو سيد الثورة وإمام الثورة، من يمسه بطرف فلنزلزل به الأرض، سوف نحرق كل من يكون له خاص. الإمام الحسين وشعائر الحسين خط أحمر، لا نسمح لآل يزيد أن يحتفلون بمقتل الحسين مرتين، لا نسمح بأتباع يزيد أن يحتفلون بمقتل الحسين مرة أخرى. من هذا المكان، نحن نقف في هذا المكان أمام هذه القناة الفاسدة الذي احتفلت في أعظم ليلة، في أقدس ليلة، ليلة استشهاد سيد الأحرار وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. من هذا المكان منادين لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.